أول نقطة وهي تشكيل الأهلي. المفروض إن الأهلي كان بادئ ب4-2-3-1، الأربعة في الدفاع كانوا طبعا محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، كريم الدبيس باك شمال طبعا بسبب استبعاد علي معلول بسبب البعثة اللي كان مسافرها في تونس. قلبين الدفاع كان رامي ربيعة وياسر إبراهيم. عندك بعد كده الاتنين اللي كانوا موجودين كارتكاز دفاعي، عندك أليو ديانجو، كان عندك أحمد نبيل كوكا. قدامهم كان محمد مجدي قفشه، على الشمال رضا سليم، على اليمين بيرسي تاو، وقدامهم طبعا